السلام عليكم. بداية الحلقة مع سلامات. كيشوف التصاور ديال بناته وهو فرحان، قال لها نسرين تهنيت عليك، ولكن امال باقي مازال مشطون عليها واخا تزوجات، ودابا الفرحة الكبيرة هي توريا. غتجي عنده مرتو غادي تقول ليه واش باقي كتهضر مع التصاور، شوف خاصنا نديرو حياة لوليداتنا ويلا خلاص رحنا تعطلنا على القاعة، خاصنا ضروري نمشيو. قالت لي شتي كنت متأكدة ان غادي يتزوج عمر وتوريا. قال لي انا اللي كنت متاكد. قالت لي والله ان اللي ما يحشم ياك، انا اللي مشيت وقلبت على عمر باش لاقيتهم بجوج. عمر وقف وتوريا غادي يقول لها انا مخلوع. قالت لي واش انت هو العروسه؟ راه انا اللي مخلوع اكثر منك. وغادي تجي النقافه هي اللي كانت قالت ليهم. عمر فرحان كيشوف توريا هو فرحان، وتوريا غادي يزور العماريه والعائله كامله مجموعه وفرحانين. والهزه غادي تكون مع عبد المغيث الفنان الشعبي، وكل شيء العائله فرحانه. غادي يجي سلامات هو والزوجه ديالو، غيقول لها الله يرضي عليك بنتي، وغيتصوروا معاها، غيقول لها جيتي زوينه بزاف، وغادي يقول لها تهلا فيها راه هذه هي عينيه، وغادي تقول ليه يلا هنود خلاص خلي الناس يجيو يتصوروا. غيبدا يتخاصم هو ومرتو. غادي يمشي سلامات عند الغالي نسيبو، غادي يقول ليه عرفتي بقات فيا توريا، هي كانت عمار الداري. وشويه غادي تجي السيده رقيه، غيقول لها مرحبا بك شرفتينا. غادي تجي تصور معاه نسرين هي ويوسف، وغادي تقول لها كنتي ما بغات تزوجي الساعه حصلتي. ام يوسف معصبه بزاف، قالت ليه احنا ضحكوا علينا بغريبه، وشوفوا بنتهم العرس كي داروا ليها، انا عندي غير جوج ولاد تغصبت فيهم. غادي يقول ليها ولدها غادي يكون سبوع وبغات ديريه كبير ديريه. غادي تقول لها حتى نسرين غتقول هادشي مفروغ منه، ضروري ندير اسبوع ويكون بحال العرس، وغادي تكون معصبه بزاف. غادي تنوض هي ونسرين، غادي تقول ليها انا غنولد في الدار ديالنا، وهادشي راه قررته انا وماما وبابا. غتقول لها ما يمكنش تمشي، خاصك ضروري تولدي في كلينيك. قالت لها مناش خايفه، ماما غادي توجد كل شيء، واصلا ماما راك عارفاها انفيرمي غادير كل شيء. غتقول لها على واحد الامر اللي صعيب بزاف، ان السيد الغالي راه مريض وعندو الكونسير ديال الدم وخاصنا نفرحو. غادي تبدا تبكي نسرين. سلامات غيبدا يتخاصم هو والحاج عبد المغيط، غيقول لهاش هادشي يلا جلسوا هادشي بزاف، وشويه غيبدا يدير داك سلامات وغينوض كل شيء، يبدا يشطحو كيضحكو. توريا غادي تدخل هي وعمر، واحد اللحظه توريا غتخنق بعد ما كانت هضره مع النكافه، قالت لها غتمشي للدار ديال الزوج ديالك. وغادي يجيو نساء بعد عمر، غيقول لي حصلتي بيت زوجيه صعيب بزاف. وسلامات مضيقه على مرتو، فين ما كتبغي تنوض كيقول لها جلسي. غادي يبدا هضر السيد الغالي هو وسلامات، غيقول لي بنتي تمحنات بزاف، هي اللي غادي تولد وخاصها هي اللي تسمي، وانا اللي نسمي لها. قال لي حتى انا ديك رحفيتي اللي كنتسناو، قال لي انا فكرت نسميوها نادره. وغيبداو يتخاصموا بجوج بهم على السميه، غيقول لي واحد اكرام كل واشنو كيقولوا. غادي تجي امال عند توريا، غتلقاها مخنوقه، غتقول لها تهدني انت اللي شجعتيني باش نتزوج، وشوفي انت الحاله اللي فيها. قالت لها ما قدرت صافي خليني. قالت لها لا ما غاديش نخليك. غادي تنوض تجري عند امال، غتقول لها تهدني. قالت لها لا ما بقيتش غير الزواج لا والو. غادي تقول لها لا شوفي كيبغيك عمر وانت كتبغيه، وغادي تكونوا احسن كوبل. وبدات كتهدن فيها، غتقول لها شوفي طلعتي فينا. وغادي يجيو النكافات، غادي تعنق امال وغادي يلبسوها. امال غتعيط لسفيان، غتقول ليه ضروري انك تجيب لي الكولي اللي كريت راني نسيتو. قال لها واش دابا؟ غتقولي اه. غادي يمشي سفيان يقلب على الكولي، غادي يجبدو من الماريو وغيقلب على شي حاجه فاش يهزو فيها، وغادي يسوس واحد اللعيبه فين يهزو غيصيب واحد الورقه. مازال العرس مستمر، وشويه غتدخل واحد العائله وغادي كلشي يبقى نصدوم. غادي يوقفوا العرس، غادي يكون العم ديال عمر اللي عنده قطيعه معاه شحال هادي، غادي يقول لهم بغيت تسلم عليه. غادي يكون عمر وولدو ومرت ولدو. غادي تجي مرت ولدو غتقول لها مبروك عليك الزواج، عرفتي ما تختار. غادي تعيط عليه توريا، غتقول ليه اشنو واقع؟ غيقول لها ما عندك علاش تقلقي اشويه وانا راجع. سلامات غيديهم لواحد البيت وغيعطيهم اتاي، غيقول لهم جلسوا. قال لي عمي ما عندي مع من نتفاهم، هذا راه كلا ليا رزقي. غادي يقول لي انت خيط غلط، فكره غلطه عليا، انا راه ما خدتش لك رزقك، ربيك لي خسر الرزق ديالو في كباريات وعلى لاله ومالي. غيقول لي دابا انا ما بغيتش منك والو، بغيت غير الام ديالي نديها تعيش معايا. قال لي سلامات فين كنتي شحال هادي؟ دابا عاد واش بغيتي الام ديالك؟ ولكن غير برد، خليها اليوم تدوز معنا العرس ومن بعد شي خوطه. امال غادي تشوفها، قالت لها طلعتي زوينه بزاف، وتقول لها شكون هاد الناس اللي جاوا؟ ولكن توريا ما غيعجبهاش الحال وغادي تضر في امال. سفيان غادي يجي، غادي يعيط على امال وغيصدمها، غيقول لها علاش مخبيه عليا انك حامله؟ واش بغيتي تموتي؟ علاش ما صرحتينيش؟ قلتي هذا امي ما غيعرفش يقرا ولا شنو؟ قالت لي لا انا بغيت غير نفرحك. قال لها انا ما تفرحيني ما والو، انا كنفرح ملي كنشوفك، كنمشي نضرب مع المواج وكنجي على قبلك انت، واش فهمتي ولا لا؟ غادي يقول لها هاد الدري ما غاديش يبقى. ولد عم عمر غادي يجي عند الجده ديالو، غيقول ليها تبارك الله عليك وراني توحشتك بزاف. غادي يقول لها قريب غادي نديك معايا، وغيقول لها تمنيت نشوفك. غادي يجي يسلم عليهم يوسف، وغادي يقول لهم انا نسيب ديال عمر. مرت عمو كتشوف فيه.
شويه غادي تقول لها توريا مال راجلك اشنو بغا، قالت لها على الكولي، قالت لها صافي ماشي مهم. وحتى امها غتسولها قالت لها مال راجلك اش مقلق، قالت لها غير على الكولي وصافي. هادشي غتقول لها تبارك الله عليك بنتي طلعتي غزاله، قالت لها ولكن انا مخنوقه ما قدرتش، قالت لها لا ما تفكريش في داكشي انا فكرت فيه ولكن كل شيء غادي يتحل من بعد الحمد لله بانك تزوجتي وصافي. وتقول لها واش فرحانه على قبلي، قالت لها اه فرحانه بزاف. وتوريا غتبدا تبكي. عمر جالس كيتسنى في توريا وهو معصب، غادي يلوح واحد الفاز، غادي تجي عنده واحد البنت سميتها زينب، غادي تقول لي عمك راه ما باغي منك والو، باغي انك تعطيه لجداك صافي باش تسكن معاه. غيقول لها دي ماشي هي زينب اللي كنت كنعرف وليتي بحالهم سبحان الله. قالت لي زينب اللي كنتي كتعرف ماتت نهار خليتيها وتخليتي عليها بوحدها. قال ليها انا ما كانش عندي امكان نبقى في فاس. قالت لي وانا لما خليتيني، قالت لي انت باقي ما نسيتينيش وانا انا مازال ما نسيتكش. وغادي تقرب منه وتبدا هضره لي في ودنو، قالت لي راني مازال كنبغيك. في ديك اللحظه غادي تدخل الام ديال سوريا وغتشوفهم بجوج بيهم مع بعضياتهم وغتصدم ملي غتشوفهم. غادي تدوز، غادي تبان سوريا خارجه من القاعه وهي متاثره بزاف وكتبكي، وغادي يجي عندها سلامات غيبوسها وغادي تبوس على راس امها. وهنا غادي تكون سالات الحلقه بالزواج ديال سوريا. كنتمنى يعجبكم وما تنساوش اللايك والاشتراك وشكرا. السلام عليكم. بداية الحلقة مع عمر وتوريا، غادي بيهم يوسف ونسرين. غادي يقولي انت عندك الزهر تزوجتي بها، انا رباها كان يمشي معايا يركب في بلاصتك. وقولي شوف تهلا في بنتي. غايقولي انتو ما عندكم الزهر خارجين بحدكم، وغيبقاو يضحكوا وهما فرحانين. غادي يمشي عمر وغادي يمشي مع يوسف، غادي يجيب ليه الكارطة، غايقولي شوف راني خديت لك سويت انت وتوريا. سوريا غتكون مخلوعه بزاف ومعها نسرين كتشجعها كتقول لها شوفي حالتك كي دايره، شوفي انا غنضحك، دخلي للحمام وديري شهيق زفير. وبقات كدير لها، قالت لها واش انتي اختي الصغيره غتعلميني شنو غندير، قالت لها اه انا اللي غنعلمك شنو كديري، انا راه عارفه اكثر منك. غادي يجي عند عمر غيقول ليها راه يوسف خدا لينا السويت مسكين وتعذب بزاف، غيقول لي دير بوق وقولها لبنادم كامل. غتقول لي سوريا شكرا بزاف ليك والاب ديالك اللي جاب الحاج عبد المغيث راه هنا هو ده. وغتبقى تقرص فيها نسرين، غيمشيو غتقول لها علاش بقيتي كتقرصي فيها. غادي يقول لها صاحبي واش كريتي ليا السويت وباغي تبقى حتى فيه، وصافي دي المدام ديالك وسيرو. غادي يرجع عنده غيقول ليه صافي حنا غنمشيو، وغيسلم عليهم. وغادي يقول لي تقول لي شوف رد بال اختي. وغادي يجي يهزها عمر وغيدخلها وهي كتقول لي عافاك غادي نطيح غادي نطيح، هو كيقول لها ما تخافيش. سفيان مقلق بزاف من امال حيتاش نكرات عليه انها حامله، بقى فيه الحال بزاف. قالت لي شوف راه زوين يكون عندنا وليد. قال لها انا كون بغيت وليد غنتزوج وحده اخرى ما ناخذكش انت، انا باغيك انتي ما باغيش الاولاد. وغيمشي يجيب التوصيات ديالها ويقول لها شوفي الطباء كلهم قالوا لك ما يمكنش لك تولدي لان في خطر كبير عليك وعلى الصحه ديال التربيه. قالت لي عفاك خلينا نديرو في يد الله. قال لها ما يمكنش راه غادي نضحي بحبك. قالت لي انا ما يمكنش ليا نحيد. قال لها لا غادي تحيدي على قبل باش تبقاي ليا عايشه. ماما توريا هضره معاها وسلامات كيصلي، غيقول لها مالك ما تخليناش نصلي بخاطرنا ديك الساعه، خليني عاد نسالي. غادي يقول لها بقيت مشطون عمر مخرج عيني في عمو راه صعيب بزاف وانا خايف على بنتي كنت غنجبد معاه بطرشه. غتقول لي ديك الساعه جبدها معاه. وغيقول لها كيفاش، قالت لي قلت لك ديك الساعه جبدها معاه وخسر العرس لبنتك. هي بقى فيها الحال بزاف مني شافته مع زينب. غادي تكا واحد شويه غينوض سلامات، غيقول لها لا ما قدرتش نعس خاصني ضروري نمشي نشوف بنتي، انا ما تيقش فيها مع داك عمر شكون عطيتها للمهدي كون راه بخير. غتقول لها ويلي البنت زوجات وانت باقي كتفكر في المهدي، صافي اللي عطى الله عطى ناس نعس دابا وغادي نعسو. توريا دار لها ديكور زوين بزاف. غادي يقول لها شفتي المفاجاه اللي دار لنا يوسف رائعه، وحتى الصوره اللي كتعجبني. وهو هضر معاه ولكن توريا باقا ما نساتش الماضي وداكشي اللي داز عليها ما قادراش حتى تنفس. غادي خدم الموسيقى، غتقول لي عافاك طفي الموسيقى. غيقول لها مالك شنو واقع، تقول لي عطيني الماء. غيجيب لها تشرب وغيبقي قيصه، غتقول ليه صافي ازكى انا راني لاباس. وهي مخنوقه ما قداش حتى تنفس. غيقول لها مالك اشنو واقع، قال انا فاهمك وحاس بيك، انا راه بغيتك انتي وانا غنصبر عليك مادام انا معاك غنصبر معاك. وغادي تم غادي خارج، غتقول ليه عمر سمح ليا. غيقول ليها وشكرا، غيقول لها ما بيناتناش. عمر مخلي واحد الشخص سميتو مصطفى هو اللي حاضي الجد ديالو. قال لي شوف وياك يجي شي واحد ويقول لك انا مصيفطه بغيت نجلس معاه. قول لي لا سلامات. غادي ينوض غادي يقول ليها صافي انا غنمشي نشوف بنتي. غتقول لي واش تصطيتي غتمشي دابا، غيقول لها اه قالت لك غنمشي نشوف بنتي غنمشي. قالت لي شوف نعستي صباح الحال. واحد شويه غيتكوات نوض هي، غتقول ليه حتى وسوسيني يلا نوض دابا نمشيو نشوفو بنتي. وغادي نوض ويتجاراو وهي كتقلب على ما تلبس وحتى هو كيقلب على ما يلبس. سر غادي عم عمر واقفين هو وولدو وزينب. غادي تقول لي زينب واش تشاورتي مع عمر انك غادي الام ديالك. غادي يقول ليها انا ما نحتاجش نتشاور مع عمر، هذه الام ديالي ونديها ولقيتها اللي بغيت. غادي يقول ليها انت اش دخلك في هذا الشيء. غادي تقول ليه انت فين كنتي من جداك كانت تلاوح قالت ليه كون مع عمر هزها. غادي تقول لي حتى دابا عاد باش وليتي كتهضر،
وغادي تخرج وهي معصبه وغتخرج برا، غيتبع عصام غيقول لها زينب مالكي واش بقافك عمر؟ انت جيتي هنا على قبل عمر ياك؟ غادي تقول ليه انا جيت على قبلك انت. وعمر مسكين غيقول لها كيفاش مسكين؟ غيقول لها باقا كتبغيه ياك، باقا كتحني فيه. غادي تقول ليه زينب اللي كانت كتبغي عمر ماتت، هذه زينب اخرى وبقات على قبلك، ولكن انت ما عندكش الشخصيه تابع الهضره ديال باباك وسمعتيني. غادي يسمع من الاب ديالو وغادي يبدا يقول لها شوفي انا راه زوجتك ولدي حكاش كيبغيك، اما ما نزوجكش ليه، لذلك خاصك تهضري معاه بادب وبكل احترام وتحترميني حتى انا، وسيري دابا تكي شويه. توريا غتنوض وغادي تسمع عمر جيب ليها الفطور، غادي تقولي علاش ما حنتي راسك؟ غيقول لها مالي انا اللي طيبته. قالت لي ديك الساعه كذب، وقول لي انت اللي طيبتي. قال ليها واتسناي خليها تشي وغنمشي نتقدم للمارشي ونجي نطيب ليك. غادي يقول ليها مالكي واش نادم معاك الحال؟ قالت لي تنادم معايا الحال حكاش تزوج بيك. قالت تسناي انا اللي تنادم معايا الحال. قال ليها شوفي انا وياك واخا نكملو 50 عام غنبقاو كل نهار نتناقر انا وياك، نخرجو نتناقرو فين ما مشينا لاي بلاصه غنبقى نتناقر انا وياك. وبقات كضحك قالت لي شوف انا ما فيا ما ياكل، يلا نمشيو نشربو شوكولا شو انا وياك. عصام غيجي عند زينب غيقول ليها شوفي انا عارفك معصبه من بابا، ولكن راه قلبو حنين وراه كيبغيك وراك عزيز عليه، وحتى انا راني كنبغيك، عافاك نسي الماضي وخلينا نكملو مع بعضياتنا، راني كنبغيك. عمر كيتسنى في توريا هابطه وهي لابسه كسوه زوينه وهو كيشوف فيها وعاجباه، غادي يبغي يعنقها ولكن غدور تشوف فيه وغا يحيد ايده. غيبدا يشرب هو وياها الشوكولا شو، غادي تقول ليه يشرب، غيقول ليها كيشرب وما قادش يسرط. غادي يقول ليها الصراحه نقول لك الكرمه كتعجبنيش. قالت لي ديك الساعه طلبت ديك الساعه دي الحاجه اللي كتبغي. قال لها وبغيتي السي المختار يتقلق علينا يقول يوه علاش بنتي ما تهليتيش فيها وعلاش قلتي ليها لا؟ شويه وغادي يسمع الصوت ديالو قال لها والله حتى كنسمع الصوت الاب ديالك. شويه تيتسمع السي المختار كيسول عليهم في الاستقبالات، غادي تمشي يجري يقول لها ياك نتوما لاباس؟ قالت لي حنا كلشي لاباس، اش جيتو ديرو هنايا؟ قال لها جينا نشوفوك بنتي. غادي تقول لي ياك هما لاباس يلا رجعوا. قال لها لا سيري رجعتي انا غنبقى هنايا، انا شاد لانتريد ديالي وجالس هنايا. وغادي يقول لها يلا نمشيو نشربوا قهوه وبقيتي مع بنتك. لطيفه كتسول فيها كتقول لها كي داز داكشي امدره قولي ليا؟ قالت لها اش غنعاود لك ما طرا والو؟ قالت لها اويلي على ما طرا والو، اجي عاودي ليا. قالت لها قلت لك ما طرا والو ما طرا والو. امل جات عند الطبيب اللي قال لها خاصك ديري الكورتاج باش تحيدي الترابيه، خاصها دير الاجهاد. غادي تدخلوا هي مخلوعه غيقول لها الطبيب راه كاينين بزاف تاع الحالات بحالك، ولكن راهم تبناو اطفال ولات الحياه ديالهم مزيانه. وغتجلسها الفرمليه وغتبدا دير ليها في الدواء. السر غادي يهضر مع الطبيب ديال عصام غادي يقول لي خاصو ضروري يتبع الدواء ديالو باش ما كان يهضر معاه. غادي يهبط عصام غيقول لي بابا بغا نطلبك واحد الطلبه. قال لي قول ليا. قال لي عافاك زينب ما تبقاش تهضر معاه بحال هكا وما تبقاش تغوت عليها راه كيبقى فيها الحال. قال لي واش عجبك الحال؟ حتى جالس مخليها دير ما بغاتو هي ساكته، هذا الشيء راه ما كيطمنش. انا خد زينب كفرمليه ليك باش تهلا فيك انت ماشي باش تعصبك وتقلقك. غادي يقول لي انا كيما درت معاك ما غاديش نرضى بداكشي اللي كندير ديما، انا داكشي اللي كندير ناقص. قال لي انا هادشي راه كنديرو على قبلك ولدي. اجي عنده غايقول لي اسمح لي عمري ما غنجبد معاك هذا الموضوع. امال تعصبات بزاف وغتحيد داكشي من ايدها وهي كتغوت، غتقول ما يمكنش ندير هادشي، ما يمكنش نقتل ولدي وهي خارجه وكتغوت. وهنا غتكون سالات الحلقه اللي كنتمناها تكون عجباتكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم متابعي الكرام في حلقه جديده من مسلسلكم سلامات ابو البنات. وبداية الحلقة غتكون مع أمال اللي دخلت من نهارها وكتقول لا ما غاديش نحيد ولا هذا ولدي ولا بنتي. غيقول لها غير تهتني. غادي يقول ليها مالك شنو واقع؟ غتقول لي انا حامله. غيقول لها هادي اخبار زوينه. قالت لي ولكن سفيان ما بغاش. غيقول لها صافي تهدني انا غنمسؤول عليك وانا ما غنخليش سفيان يدير لك والو. غادي يجي سفيان غتدخل تخبى امال في الكوزينه غيقول لي خالي راه عندها مرض خطير راه خاصها ضروري تمشي راه عندها ثقبه في القلب. غيقول لي انت راه ممكن تبغى تحيدك ولكن انا اللي ما خليتهاش تحيدك. قال لي كانت ما كتبغيش بواك كنتي ما غتكونش في هاد الدنيا راه الا مكتوب لها شي حاجه مكتاب. غادي يقول ليه ديك الساعه كون خليتيها حيداتني غادي يصرفقو خالو. وغادي يدخل سفيان يجري عند امال غادي تقول ليه بعد مني. غادي يقول ليها قلت لك غتحيدي؟ قالت لي ما غنحيدوش هذا ولدي ولا بنتي غنعيش انا وياه غير نموت بجوج. قال لها قلت لك غتحيدي صافي غتحيدي. قالت لي حتى انا هضره وحده قلت لك ما غاديش نحيدو كتغوت. وغادي تاخذ واحد الموس غتقول لي الا قربتي مني غنموت انا وياه بجوج. غادي يقول لها واش حتى لهاد الدرجه؟ غتقول لي حتى لهاد الدرجه. غادي يقول لها واخا امل وغادي يخرج. سلامات جالس في القهوه غادي يدي عينو بالنعاس. غادي يقول ليه عمر فيق فيق ولدي. قال لي هاد البلايص كيجيبوا لك النعاس. قال لي واش في راسك؟ انا راني يومين ما نعستش. غادي يقول ليه علاش؟ غادي يقول لي داكشي اللي جرى بينك وبين عمك انا ما تفهمش ليا. غادي يقول ليه انا ما كنبغيش نهضر في هذا الموضوع ولكن اليوم غادي نهضر معاك فيه. قال ليه خال عمي الراضي هذاك الانسان اللي كيبان ظريف رد ليا حقي وكرهني في الوالد ديالي وكيعاود ليا على الحاجه الخايبه.
لطيفة جات كتشوف السويس، قالت لي هذا الشيء زوين بزاف. قالت لي اه عمر مسكين دار هذا الشيء كله على قبلي. قالت لي بغا نسولك واش كتبغيه؟ قالت لها قالت لي كيفاش قولي لي واش كتبغيه؟ قالت لها اه راني كنبغيه. قالت لها صافي انا بغيتك تكوني مرتاحة. قالت لي علاش كنشوفك انت ما هانياش؟ قالت لها لا انا هانية، ولكن لا كنتي مرتاحة مع انا اللي اختاريت لك وانا اللي مشيت هضرت معاه. قالت لها لا كوني هانية، انا راني هانية وراه الامور ديالي مزيانة. سلامات غيقول لي كيفاش هاد القضيه؟ غيقول لي اه ملي كنت صغير جرى عليا كل ما ديك جدها كراني انا دابا في الزنقه ما عندي لا مستقبل لا والو، ولكن على قبل هذيك جدها هي اللي عاوناتني ودارت لي المستقبل. غادي يقول لي كبر راجل مزيان؟ قال لي اه كبر راجل مزيان، ولكن راه راجل خطير. قال لي خد الورد ديالي وقال بانني ما كنملك والو. سفيان طالع للسطح غادي يجي عنده خالو مبارك، غيقول لي اسمح لي حيت اول مره نضربك وما كنتش متوقعك نضربك. غادي يقول لي راه هادشي اللي وقع ليه ليك والامان راه من عند الله. قال لي واش؟ راه كاع الاطباء قالوا لي الا ولدات غتموت، وقال لي داكشي مكتب الله، الا وقعت شي حاجه راه مكتب الله. قال لي عرفتي الا ماتت امال اش غندير انا وياك؟ رجع تاني نعيش في الباطو؟ اقول لي هبط عندها داخل عليها. وغادي هبط عندها غيبدا ياخذ بخاطره ويقول لها ياك ما مقلقه مني؟ قالت لي قال لها صافي الا بغيتي تولدي انا كنت باغي ولد، ولكن انت الا بغيت كانت شي بنيه كتشبه لك صافي بغيتها. غادي تقول ليه الا كان مكتب لنا ربي نعيشوا راه نعيشوا انا وياها. قالت لي انا ملي كنت صغيره كانوا كيقولوا لي راه ما غتكمليش ليام وغتموتي، وهنا كبرت وهنا عشت بين والديا، حتى هاد البنيه ولا الوليد راه غادي يكبر ويعيش بين والديه. وغيبداو يختاروا في السميات وهما كيضحكوا. غادي تنوض امال توجد الغدا وهي هادره مع امها، قالت لها حشومه، قالت لها مشيتو عند توريا هي مسكينه ما شوفي حالتها كي دايره ومشيتو عندها. ويكون خالي مبارك مصايب لي الطاجين. غادي يقول لي سفيان شوف هادي راه ما كانش كتبغي تاكل الحوت وهي ولات غتبغي تاكلو، وغتبغي توكلو غيدوق شي واحد غادي يكون واحد جارته غادي يقول لها اجي دخلي. غتقولي من لا ما بغيتش، بغيت غير نهضر معاك سفيان. هاد الولد راه ما بقاش بغى يقرا ليا ولا باغي البحر. قال لي شوف غندير معاك جوج حلول، غتمشي السيمانه كامله قرا والسبت والحد غنخرجك معايا صافي اتفقنا. قالت لي شكرا بزاف. وامال غتبقى تشوف فيه، غادي تشوف طريقه كيفاش تعامل مع الولد وغيعجبها الحال. قالت لي شفتي علاش ما بغيتش نحيدو؟ غادي تعامل ولدنا ولا بنتنا مزيان. قال لي انا موال في نتعامل مع الدراري الصغار. وغيبداو يشوفوا بعضياتهم هما كيضحكوا. وخلي مبارك يقول لهم حنا معاكم. وغتبغي توكلوا تاني وغيكون يوسف جاي هو ونسرين جايبين معاهم بيتزا. غادي يقول ليه واش كتغداو؟ غادي يقول لي اه. غادي يقول لي دخل راه الحوت كواري. وغادي يقول لي شو الطريقه باش كتاكل؟ فينا هو البريستيج ديالك؟ غادي يقول لي من نهار خدت هذه ما بقى عندي لا بريستيج لا والو. غادي تقول ليه كيفاش مالي انا بلديه؟ هو يقول لي انا مالي قلت بلديه؟ قال لي سفيان انا هادشي اللي فهمت من هضرتك. غادي يقول لي شفتي حتى جبد لي الصداع معاه. نسرين غتعصب وغادي يقول ليه تقول ليه انا ما بقى فيا ما ياكل. قال لي ما شفتو نتوما عصبتوها. وغادي يقول لهم لا راه هي كتبغي دير بحال هكا وصافي. وهما يا كياكلوا غادي يسولوها شحال عندها دابا. غتقولي بقاو ليا جوج سيمانات وغنولد. قالت لي لها ايوا مزيان باش تمشي تولدي عند ماما. قالت لي لا غنمشي عند خالتي رقية غنولد عندها. غتقول لها امل كيفاش؟ واش بغيتي ماما وبابا يتقلقوا؟ هي قلتي غتسكني معاهم. غادي تقول لها صافي راك عارفاني انا بدلت رايي. غتقول لها ما فهمتش علاش بدلت رايي؟ قالت لها راك عارفاني انا بغيت شي حاجه كنديرها ياك يا يوسف، هادشي كيهمني انا وياك. غادي تقول لها كيفاش بدلتي رايك؟ كنتي ما كنتيش حامله وتسكني مع ماما. قالت لي صافي خديت هذا القرار غنسكن معاهم وصافي. وغادي تنوض امل تجيب لي من الخبز. غادي تبغي تطيح غيشدها من كرشها. غتبقى تشوف نسرين وما غاديش تبغي تبين امل قدام نسرين، ولكن نسرين بحالها غتعيق. سلامات جابوا ليهم الماكله والحوت هو ما عجبوش. قال لي فين هما الطواجن فين هما التغماس؟ غتقول لها ويلي شو هاد البلاصه راه ماشي ديال التغماس. ويقول لي عمر بغيتي طاجين ضمون ندي لك عليه؟ قال لي لا صافي انا كل هذا. وغادي يبدا قال لي انا عندي بنت وحده وبغيتك تهلا فيها. غادي تقول ليه توريا صافي ما كاين لاش تبقى تقول هكا. قالت لي مو لا حق عليه يقول بحال هكا، خاصو مزيان يهضر معايا ويقول لي تهلا فيك. وبقات كتشوف فيه واحد الشوفات ناقصين في عمر. غادي تتصل نسرين بيهم وغادي دير لهوت بارلور وغادي تبدا تسمع فيهم. غادي يبدا هضر معاها يوسف غيقول احنا رحنا تغدينا كاملين هنايا. وغادي تقول لهم تهلاو في بعضياتكم. غايقول لها وقولي لبنتك هي تهلا فيا انا راه مهلي فيها. وغيبقاو يضحكوا. غادي يقول لها حنا مغدين هنا مجموعين. وغادي نعطيو لتوريا بداو يسولوا فيها شنو درتي عاودي لينا شنو وقع داك النهار. وغتحشم توريا وهما كيقولوا لها لا عاودي لنا شنو طرا. عمر غيقول يهز في راسو. غتحشم توريا وغتنوض كتجري غتهضر برا غتقول لهم غتخشي راسها تحت الطبله وغادي تهز التليفون وغتمشي تجري. غتقول لهم ويلي بابا راه سمعكم. غادي يقول لها المختار اشنو كانوا باغيين يقولوا ليها؟ قالت لها ويلي راه بيناتهم البنات تمالك. عمر غادي يصوني التليفون ديالو وغادي تشوف السميه ديال زينب اللطيفه. غادي نوض يجري غايقول لها علاش مصوني عليا مالكي اشنو واقع؟ غادي تقول ليه بغيت نهضر معاك ضروري. غايقول لها انا راجل مزوج نسيني عليك. غتقول لي لا انا باغي نهضر معاك في المهم في الامر ديال جدك. وغادي يكون عمو كيتصنت ليه هو اللي قال لها تهضر معاه. غادي يقول لها داك الموضوع راه حنا سديناه. غادي تجي توريا غتقول لهم فين هو عمر؟ غايقول لها ما عرفتش فين مشى راه جاه التليفون. غايقول لها باها. وغادي يقول لها بنيتي اشنو بغاو منك خواتاتك؟ قالت لي لا والو. زينب قالت لعمر قالت لي راه شنو بالك شهر تجي عندنا جداك وشهر وتبقى عندك انت؟ حيت الا بغا يديها عمك راه بالقانون خاصو يديها. قال لها تهضر بلا ما تبقاي تقولي عليا. وفي ديك اللحظه غادي تجي لطيفه غادي تقطع زين
غادي يقول لي انت ما قنعتيش، ما استطعتيش تقنعي، شنو الفائده ديالك؟ قالت لي انا العيشه معاك انت هو ذكرى، صافي تعصبت انا اللي شنو الفائده ديالي معاكم هنا؟ غتبدا تخاصمي باها، وعصام غيجي الكريز غادي يطيح، وغيبدا الدم خارج ليه من فمه، وغادي يشد باها غيقول لها جري جيبي لي الدواء ديالو. لطيفه قالت لي شوف انا هادشي اللي درتي اشنو بينك وبين زينب؟ داك النهار شفتك معاه. قال لها شوفي انا راجل غير نيشان، تقتي فيا المره الاولى وانا عندي الثقه ديالي، راه ما بيني وبينها والو. غادي تقول ليه ما عرفت انا، ما تفهمش ليا، داك النهار شفتي شنو شفتكم، ولكن غنعطيك فرصه اخرى، وكنتمنى تثبت ان ما كاينه والو بيناتكم، حكاش لطيفه راه عزيز عليا توريا عزيز عليا بزاف. زينب غتجيب دوا راجلها وغديروا ليه عاد باش غيتنفس شويه. وهنا غتكون سالات الحلقه اللي كنتمنى تكون عجباتكم. السلام عليكم، بداية الحلقة مع السي المختار ولطيفة خرجوا باش يتغداو مع توريا وعمر الفراش ديال الدار. غيقول لها هادشي زوين ولكن غالي. غادي يقول لها توريا شتي هذاك الفراش؟ غتقول لي اه. غيقول لها هذاك الفراش راه دومونديتو على قبل كي جاك زوين؟ غتقول لي زوين ولكن باين غيكون غالي. قال لها شوفي كاع ما تخمي الفلوس، انا بشويه بشويه حتى نخلصو، وبدماغي قادر انني ندير هادشي. غيقول لها ياك؟ غتقول لي اه. السيد عمر خدم من عندنا هاد الفراش. غتسولها بشحال؟ غتقول لها ب6000 المتر. سلامات كيدور. غادي يقول لهم التريات زوينين؟ غادي تقول ليه التريات زوينين لطيفه؟ غيقول لهم لا تعالوا تشوفوا هادو صغيورين. شحال هادو؟ غادي تقول ليه الثمن 10000 درهم. غيقول لها هادو صغيورين و10000 درهم. غتقول ليه راهم كريستال. توريا غتبدا تضحك، غتقول ليه شفتي شنو داروا لينا؟ انت اللي بغيتي تخرجهم معانا. غادي يقول ليها ماشي مشكل، انا كيعجبني بحال هكا. غادي يقول ليه عمر كي جاك هادشي عمي؟ قال لي راه زوين ولكن راه غالي، راه خاصك تخزن الفلوس باش ما تحز على حتى واحد ودير الدار ديالك. غادي يقول ليه انا بشويه بشويه غادي ندير الدار ديالي، المهم هو نفرش وغنبداو دقه بدقه انا وياها. قال لي شوف، قال لي باغي نهز واحد الكريدي. غيقول لي لا ما تهزش الكريدي نهائيا. غادي عدو لطيفه غتقول ليه هما انت من بديتي اختاريتي على ذوقك الفراش، وخليهم هما يختاروا على ذوقهم الفراش. غادي تقول ليه صافي. قال لها صافي ما كاين حتى مشكل. وغادي تقول ليه توريا يلا اجي نشوفو هنايا، وغيبداو يشوفو في ديكورات، وغيبدا ثاني يتخاصم معاهم. غادي تقول ليه انت من يلا اختيني ياك ما كان عندك والو؟ داك النهار تقول سفيان اتت التبصيل تبصيل، دابا تقول معلقه بمعلقه. غادي تقول لها مالي انا ما اتتاش؟ قالت لي انا اللي درت القرعه وجمعت كل شيء باش خلصتها. غادي يقول ليها شوفي راني عارفك انت اللي درتي هادشي، وغيبدا يضحك معاها. عمر غادي يقول ليها كنتمنى مني كبروا نولي انا وياك بحال هكا. غادي تقول ليها ويلي. غادي تقول ليه توريا واش كيعجبك تناكر بحال هكا؟ وغيبداو يضحكوا بجوج بيهم. امال هي ونسرين قالت لك تغسل في المواعن وكيضحكوا. غادي تقول ليها تبارك الله عليك طاجين جا زوين. قالت لها راه كلشي من خالي مبارك. غتقول لها بغيت نسولك قبيله مني بغيتي طيحي جا كيجري عندك سفيان شدك من كرشك ياك ما حامله؟ قالت لها لا ما كاين والو. قالت لها غير قولي لي الصراحه راه شفتو التصرف معاك داير بحال هكاك. قالت لها لا هو راه مالف ديما كيخاف عليا. قالت لها ولكن هذه المره رفات هادشي. غادي تبدا تغوت عليها غتقول لها راني انا ما حاملهش، واش انت ما عارفاش بان خطر على الحياه ديالي؟ علاش كتقولي بحال هكا؟ قالت لها راني عارفه اللي كانوا عارفه بابا لا سمعك حامله راه غيجي يسكن معاك هنا بكثره الخلعه لك. وتقول لها يلا خفي ايديك خلاص. وتقول لها في عوض ما تقولي لي راكي جالسه كتعاونيني جالسه تقولي لي بحال هكا. وغادي تجي تسولها غتقول لها وانتي علاش بغيتي تسكني مع رقيه واخا ما عزيزاش عليك؟ قالت لها على والو حكاش عجباني الدار تما. قالت لها لا كاينه شي حاجه. وهي تقول لها غنقول لك واحد الحاجه وما تقوليها لتا واحد، راه عمي الغالي مسكين صابو عنده الكونسير. غتقول ليها ويوسف واش في خبار؟ وقالت لها لا ما في خبار. وشوف ديك اللحظه غيدخل يوسف غادي يتفاهموا بجوجات وغيوليو يدخلوا يخرجوا في الهضره. غتقول لي عافاك الدنيا راني عيانه وغادي تم غادي بيها. امال غتبقى شاده كرشها، وتوريا مازال كيشوفوا في الفراشات. غادي تجي عندهم غادي توريهم واحد الطابليت غتقول لها شوفوا كي جاك هذا. غتقول لها زوين بزاف. غادي يقول ليه راه زوين راه غالي بزاف، رانا انا قلت لك كون غير خليتي من بعد. غادي تقول لهم البنت اللي خدامه راه هذا كاليتي وزوين، ولكن حنا راه ما عندناش الكاليتي كتاخذيه بالكريدي، راه الكريدي عندنا فقط 3 شهور صافي على قبل السي عمر. غادي يقول ليه 3 شهور راه بزاف. غادي تقول ليه لطيفه خليه انت مالك علاش كتقول بحال هكا؟ غايقول ليه صافي يلا من بعد ورجعوا. ومن بعد قالت ليه نتشاوروا. قالت لها شتي باباك شنو دار لك؟ السيد باغي يشري الاتات ديالو وهو جالس دار الحاله. خلي مبارك جا غادي يسيبهم مجموعين كاملين. غادي تنوض عند نسرين غادي تقول لي نبوس على راسك على هذاك الطاجين اللي درتي لنا قبيله جا زوين بزاف. غادي يقول له بوسي على راس هذاك اللي صيده. وغادي يقول ليه يوسف واش اللي صيده طيبه؟ غادي يقول ليه تالك تيقاد دخل البحر ونشوفوا شكون اللي كاد فينا. غادي تقول ليه لا هذا راه ولد ماما ما يقدش يدخل. بداو شادين فيه وكيضحكوا. سفيان كيقول ليها يلا نودي نمشيو عندهم، وغير غادي نوقفوا معاهم غادي تجي الامل الدوخه ما غاديش تقدر تبقى واقفه. وغادي يقول ليها سفيان مالك واش واقع لك شي حاجه؟ قالت لي والو غير نت بالزربه.
سي المختار دخل وكيشوف الغرفه اللي خادو زوينه بزاف، غتجي واحد البنت جابت لهم الحلوى والعصير وغتبقى تستنى ما غيبغي يعطيها والو، غادي تقول لها دور معاها ما غاديش يبغي يعطيها، وغتمشي هي تجبد وغادي تعطيها 20 درهم، غيقول لها شحال عطيتيها، غتقول لها 20 درهم، غيقول لها ديرها خدمتها علاش كتدوري معاها، علاش درتي معاها بحال هكا، قالت لي مني انت هادي كاع نفس فك، علاش قبلتي الدعوه ديال نسيبك دوزها عليك وانت قبلتيها، وقال لي احنا مدوزينها رحنا فرحانين مني عرض علينا رحنا فرحانين، وتا انا بغيت نعيش حياتي. يلا بدا داوي تاني وغادي يدق الباب تاني غيقول اعوذ بالله مع شكون هذا، غيكون عمر جاب لهم بيجامات، غيقول لهم هادو البيجامات لبسوهم فاش نعسوا، غيقول لهم لحتاجيتو شي حاجه هم راكم حدانا، وغادي تقول لي خذ الحلوه اللي عجباتك، خلي مبارك يجيب ليهم الصوبه، وغادي يقول لي هاد خالي راني ما حنتو معايا بزاف، عرفتي هاد الصوبه انا ديال خالي مبارك راه كانت تهربني من المدرسه، قال لي هي والبحر، قال لي ما خلاك يدار معايا خالي، ولكن انا كان راسي قاصح ضروري خاصني نخرج من المدرسه ونجي هنايا. نسرين غادي تصوني عليهم توريا، غادي توريهم الفراش كي داير، غادي تقول لها وحده نسرين قالت لها انا عجبني الزرق، والاخرى اختارت الصالون الاول، قالت لها عرفتي هاد الصالونات بحال اللي عند خالتي رقيه راهم زوينين بزاف، انا كنتمنى تكون عندي دار بحال خالتي رقيه، وغادي نرسلو الاوديو لتوريا غادي يقولوا ليها راه الصالونات زوينين، وحنا راه ما تفاهمناش سولي ماما. سفيان جالس هو وعم يوسف غادي يقول ليه وعلاش ما ديرش جالس خدام عند الناس، دير شي بروجي ديالك وخد شي بالكم من هادوك وخدم عليه، غادي يقول لي ما كرهتش شفتي هذاك الزرق راه ما كرهتش يكون عندي واحد، غادي يقول لي علاش مالك ماشي قلتها، قال لي فينا هما الفلوس، قال لي شنو بالك نتشارك انا وياك ونديرو هاد البروجي، انا حتى انا باغي ندير شي حاجه ترجع ليا. صافي غادي يقول لي غير بدا يضحك هو بيا، غايقول لي واش بغيتي تجلس وتبقى تخلص، وبقاو كيضحكوا بجوج بيهم. غتقول لهم نسرين كي جاتكم الصوبه، غايقولوا لها بحال مديره انت شوريه كتلبس وكتقاد في راسها، وغادي تجي غتلقى عمر كيتسنى فيها، الام ديالها كتصنت ليهم غيخرج المختار، غادي يلقاها كتسمع، غادي يبدا يعير فيها يقول لها ما حشمتيش جالسه تصنتي على بنتك وراجلها ما حشمتيش، هذا الشيء راه ماشي في عيب الناس المحترمين. خال سفيان غادي يجيب ليهم اتاي وغادي يقول لهم غير جلسوا انا غادي عند صحابي، وغادي يخدم الموسيقى عمر وغينوض يشطح هو ونسرين، غايقول لها راه ماشي الموسيقى راك نعستينا، وغادي يخدم سفيان الشعبي، وغيبداو يشطحوا بجوج بيهم، وكل واحد غادي ينوض يشطح هو والمراه ديالو. توريا غادي يخلي لها واحد الكلمه زوينه وغادي يقول لها جاتك بيجامه زوينه. لطيفه ما جاهاش النعاس، غادي يقول لها نوضي من الاحتن بغات تخشي حدام ولا مالكي، وغيبداو يشطحوا الدراري باقين كيشطحوا، وغتحس نسرين بواحد النغزه، غادي تقول لهم حسيت بشي نغزه راه ولكن كتجيني دائما، غادي يقولوا لها جلسي، وشويه غادي تقول لهم لا صافي راني مزيان، غايقول لها شفتي راه واقيلا الشعبي اللي درت لك انا هو اللي دار لك هاد الحاله، وشويه غتبدا تغوت نسرين غتقول لهم جاني الوجع عتقوني عتقوني، وهما ما غاديين يعرفوا ما يديروا غيوليو غير يتجاراو، وعمر هو هي كتغوت وعمر كيغوت حداها، عاد باش غادي يقول لها خذوا التليفون وعيطوا لخالتي لطيفه، وهي كتغوت نسرين برصاتهم، غادي يصونيو على لطيفه غيقولوا ليها جي راه غادي تولد نسرين. عمر قالت توريا الا كنتي مازال ما مستعداش عادي انا كنثق فيك وغنبقى نثق فيك ديما، قالت لي انا محتاجه شي واحد نثق فيه وثق فيا، غادي تقول لي لا انا اليوم مستعده، وهو شادها غادي يجيو يدقوا عليهم، غادي يكون مختار ولطيفه غيقولوا لي منسرين كتولد، وهنا غتكون سالات الحلقه اللي كنتمنى تكون عجباتكم. السلام عليكم، بدايه الحلقه مع سلامات جا هو وتوريا وراجلها، وغادي يبغي يخلص غايقول لي شحال، غايقول لي 250 درهم، غيبدا يغوت ويلي هادشي بزاف هادشي راه شفره، غايقول لي عمر صافي انا غادي نخلص، غايقول لي لا تاتا ما تخلص ويلي كان عليا نجي على رجلي ولا التمر مالو منين جايبنا، وغادي يبدا يغوت غتقول لي صافي بابا راه الشهر حنا قدام السبيطار توريا، وغايبدا يغوت هادشي راكم كتاكلوا رزق عباد الله وكيغوت. رقيه غتصل بالطبيبه غتقول لها كلشي موجود، بغيت كلشي يكون على احسن ما يرام. غادي يجي الغالي عند سلامات غيقول لي جلس وتهدن كلشي غيدوز مزيان، قال لي كيفاش غيدوز مزيان بنتي مسكينه راه حالتها، وغيشد يوسف غيقول لي كيفاش باقي الوقت ديالها شنو درتي لها واش عصبتيها كيفاش جاها الوجع دابا امها حاسبه ليها مزيان، غادي تقول لي مو اويلي راه جا الوجع راه كيجي راه عادي هادشي، وغتبدا تهدن في يوسف غيقول لي انا راه ما درت والو، غتقول لي راني عارفه هادشي راه كيوقع وبحال هاد الحالات راه كيكونوا، غادي تبدا تهدم فيه غتقول لي واش نصبرك انت ولا نصبر المختار ولا شكون نصبر. عمر غادي يجيب الدواء ديال امل وغتقول لي ماشي هو هذا الدواء ديالي، غادي يقول لها راني قلتها لراجلك وراه رجع باش يجيب لك الدواء الثاني، غتقول لي صافي شكرا بزاف، غيقول لها الله يشافيك، وغادي يمشي عند توريا غتقول لي ما حنتك بزاف ما كانش عليك دير هذا الشيء كامل، غادي يقول لها بالعكس انا فرحان بهاد الاجواء تاع العائله راني محروم منها، ورا بقى فيا الحال ما كانش عندي عائله وبحال هاد الجو راه كيعجبني بزاف انني نجلس معاهم ونهضر معاهم، قالت ليه شكرا لك بزاف وياك انت مرتاح معانا، غيقول لها اه مرتاح، وغيشدها من يدها وغيبقى يضحك هو وياها. غاتشي الفرمليه جايبه اللبسه لعمر باش يدخل معاها، وغادي تعطيها ليه، غادي تما غادي يسولها سلامات غيقول لها اشنو جبتي ليه، قالت لي اللبسه باش يدخل معاها، غادي يجيب تيعير فيه غيقول لي ما حشمتيش باغي تدخل مع مرتك وهي كتولد ما حشمتيش تشوف فيها في ديك الحاله، وغيبدا يخاصم عليها تقول لي هادشي راه ولا عادي راه باغي يوقف مع مرتو وهي باغا تولد، وغيجي يهدنو فيه هو كيغوت قليل الترابي، قال لي ما حشمتيش داخل مع مرتك ويعيب فيه، بغي نشوفها بغي ندير هاد اللحظه ويعيب فيه.
غتبتسدن فيه لطيفة، والأم ديالو غتقول ليه تشرى عادي، غيقول لها لا سكتي اش من عادي، وغيمشي هو معصب وغير غادي يوقف، غادي تبان ليه توريا شادة في إيد عمر، وغيجي ليه ما يبيع في ما يقول لهم تانتوما ما حشمتوش قلة اللحية مديرينها لينا هنا في السبيطار، وغادي يبدا يخاصم فيهم هو معصب وكيعير. مزيان شويه غادي تجي نسرين وهي كتبكي، كتقول لي بابا، غيقول لها ما تخافيش راه كلشي غادي يكون مزيان، غير سيري وما تخافيش. وهي كتبكي قالت لها امها غير تشجعي كوني غادي، راه كلشي غادي يمشي مزيان. وتبدا تسول في الطبيبه، غتقول لها طونسيون مزيان، كلشي مزيان. غيقول لها سيري حبيبه انا شويه وغندخل عندك. قالت لي اه سير. قالت لها استلقوت. قال لها وغندخل التليفون معايا باش نصورك، وغيسمعوا سلامات غيتلاح فيه. غيقول ليه واش تصور ليا بنتي، ما حشمتيش بنتي توجع وتتصور فيها، وغيبدا يضرب معاه وغادي نبداو يفرقوا فيه. وهو كيغوت سلامات ودار لي مشوها في السبيطار. غادي يقول ماما عمر ياك انا ما قلت حتى حاجه فيها العيب. قالت لي اه ولدي سير هذاك راه ما كيفهمش في هادشي، سير الله يسر ليك وبقى مع المرأة ديالك. عمر غادي تبقى تشوف فيتوريا وكضحك، وامال كتخيل في اللحظه اللي غادي تولد فيها حتى هي. غادي تجي عندها غتقول لها امها اجي عندي، وغادي تعنقها. والام ديال يوسف كتخاصم، قالت لي عيرو، يقول لي السلكوت ما كانش عليه عيرو. غادي يقول لها هذا راه ماشي السلكوت، راه فات سلكيت اللي هي اللي باغي يدخل مع مرته يصورها، باغي يشوه هنا. قالت لي وانا، قال لي انا ملي كنتي تي ماشي تولد راني كنغبر، ما كنقدرش نهز راسي في الحشمه. قالت لي امال انا كرهتك كنت تدخل معايا وتقف معايا. وغتبدا تضحك، ولا سكتي سكتي هاد الشوه اللي ولاو مديرين. وغتبدا تضحك هي وامال. توريا غتجيب اتاي لباها، غتقول لي عارفه عزيز عليك تاع الشيبه، ولكن هذا راه مديرينو بالحامض، وغادي يشرب. غيقول لها شاد الشو هادي اتاي بالحامض، وكل شيء تقلب وشاد العيشه ولات. وجلس كيخاصم، كيقول لها واش كاين شي اتاي بالحامض. غادي تقول لي علاش كتخاصم عليا، انا هادشي اللي صبت لك راه جبته لك. وغادي تقول لي تهدن، وغادي يبدا يقول لها شتي هذاك البرهوش شنو دار. غادي تقول لي شكون فيهم. قال لها يوسف. شكون هو؟ قالت لي راه ما دار والو، راه ما فيها حتى حاجه يصور مرته. غادي تقول لي حتى جيتي وشوف، نقول لك حتى من هنا اللي ولد شي واحد راه غنشدو انا نربيه باش نعلمو الاداب والتربيه. وسمعتي؟ قال لي اه اللي درتي. وغادي تقول لي توريا دايما شوف وقت الهضره. وغادي تقول لي تبارك الله عليك ولدي انت اللي كتسمع الهضره. غادي يصوني التليفون، غيكون سفيان، وغادي يبدا يسول فيها. وغير غادي يشوفو سفيان، غادي ياخذ ليه التليفون ويقول لي شوف انت عمرك ما تحلم بالتريكه مع بنتي، راني علمتك نهار جيتي تخطبها راني قلتها لك، قلت لك بنتي مريضه. قال لي سفيان اه عمي راه قلتي لي راه مريضه ما تقدرش. وقال لها انا قلت لك دابا عمرك ما تحلم بالولاد معاها. توريا ما عجبهاش الحال. غادي تقول لي حشومه هذه الهضره اللي قلتي لي هو عارفه. قال لها لا خاصنا نقولوا هذه باش ماشي شويه، قلت هو باغي يولد انا نقولها ليه، وتا راجلك هو راه كيسمع فيا نقولها ليه. قال ليها عمر قصحتي مع الهضره. قالت لي حتى اللي جالس مسير راه هو زاد في يد بابا الله يهديه. نسرين غادي تقول لها نفسي شويه غيبانوا لها المقوصه، غتقول لها اش باغا ديري. قالت لها غندير لك سيزاريان. قالت لها راه قالتها لينا السيده رقيه. غتقول لي شفتي ماما كشنو كدير، واش شفتي شنو كدير. غادي تقول لهم انا ما بغاش ندير سيزاريان، بان ولد عادي. سي المختار غادي يجلس، وغادي يبدا هو الغالي كيقول لي جلس انت جلس انت، وفي الاخر غيجلس سلامات في الارض وهو غادي يجلس. نسرين كتغوت فيها الوجع، كتغوت وهو كيقول لها يلا يلا، وكيسجل غادي تصور البنيه. وغادي يشوفها، غادي يطيح يوسف ملي غادي يشوف البنيه، غادي يدخ وغادي يطيح، غادي يسخف. غادي يخرجوا يوسف وهو سخفان، غادي يتخلعوا كلهم، غينوضوا عنده يجري. وغيقول لي مالك اشنو وقع؟ غيقول لي ماما ماما انا نسرين. وشويه غيبدا يبكي، غيقول لي راه كتمحن، راه داكشي صعيب وراني شفتها. غيقول لي شنو شفتي؟ قال لي سلامات شتي اش داك تشوف. وغيبدا يعير فيه. وغيقولوا لي غتقول لي مفرم ليا مبروك عليكم راها ولدات بنيه. وغيقول لي ما انا مصوره نوريها لكم. وغيبغي يضربوا سلامات، غيقول لي اش باغي تورينا. وغيبداو يباركوا لبعضياتهم. غادي تقول ليه لطيفه يلا نمشيو خلاص نتغداو داكشي اللي خاصنا. غيبانوا لها مدخل البيفي، قالت لي مكرهتش بحال هذا. غير الرادي غادي يجي عند الام ديالو، ما غاديش تخليهم المراه اللي حاديها انهم يدخلوا، ولكن زينب غادي تمنعها، غادي تبغي تهضر مع عمر وغيشدها. عصام غادي يخنقها حتى غتخاف وتطيح. غادي تدخل زينب هزه مع الماتيريال ديال غادي تهز ليها الدم، وغيقول لها يلا خفي راسك. المختار خارج هو ولطيفه، غادي ياخذوا المساخن وغادي ياخذوا الفاكهه. وتقول لي فكرني في البيض، غيقول لها هادشي شغل العيالات ما نفكركش فيه. وغادي ياخذ لها البيسه، غتقول لها راه كبيره، غيقول لها تكبر فيها ماشي مشكل. غتقول لي تسنى ناخذ شويه ديال الشبه والحرمله. غتقول لي قال ليها قلت لك البخور ما يدخلش عندي للدار نهائيا. زينب غادي تسالي، غادي تقول لها سمحي ليا، وتا ولدها غيقول لها سمحي ليا، غادي يخليو المراه طايحه. غادي يجي المختار غتسول البلاصه فين جالسين، وغطلع غتلقى البيفيه مصايبينو ومديرين حتى السميه فيه. غادي تقول يقولوا ليها مبروك نسرين، وكلشي مجموعين عليها. وغتدخل رقيه هزه وكيدف لها، وغتقول لها مبروك عليك. وغيبقاو يشوفوا امال وتوريا وكيضحكوا كيفاش تحنوا. عمر غايقول ليها انت دابا غدير عقلك مني ولدتي، صافي غتحمل المسؤوليه. قال لي با عندك الصح دابا، راه فرحت انا مني تزوج، ولكن مني ولد فرحت اكثر. غادي تجي لطيفه وغتصدم ملي غتصيبهم سماوها. غادي تقول ليها كعمر يا قلتي ليا انا اللي غنسمي، رجعتي في حضرتك. غادي يقول ليها الغالي انا اللي سميت. وغادي يقول ليها قال لي رجلتها للسي المختار. وغتقول ليه واش ما قلتيهاش ليا؟ غيجيبوا البنيه، غيقول ليها ادي ليها السي الغالي المختار. وغيقول لي سبحان الله كتشبه نسرين من تزادت. وهي تقول لهم لا كتشبه لولدي. غنقول لها ولدك واش كان شهب؟ حنا تزرقين كاع معاتنا في العائله وكيضحكوا. السي مصطفى غادي يتصل بعمر، وغيقول لي انا عائلته هجموا على الدار
وكانوا غيأذيو الام ديالو، غادي تعاود ليه مرتو كلشي، غايقول ليها علاش خلاتي، اجي توريا، غايقول ليها راه مجموع على الدار، ويمشي ويخلي توريا.